ساعتني. الايام دي انا بمر باكتر مراحل الضغط النفسي والعصبي عليا، لان انا مقرر ان اكون بستعد علشان اناقش الماجستير ان شاء الله، يعني خلال شهرين ولا حاجه. وطبعا انا حد ما بطيخه، فكنت السنه اللي فاتت بستعد برضو او داخله ان انا اسجل الماجستير، وكان من ضمن الشروط علشان اسجله ان انا لازم اكون اكتسبت التويفل، وعلشان اجتازه لازم كنت عشان امتحنه بدفع فلوس قبل الامتحان. عارفه ان هو صعب بقى، والدنيا كانت اخر معايا جدا، خصوصا ان انا كنت بشتغل اكتر من شغلانه مع بعض، انا اكتر من وقت، فكانت الدنيا صعبه بالنسبه لي جدا. المهم جيت في يوم قلت خلاص انا هنزل اروح علشان ان انا اسجل ادفع الفلوس وامتحن. طبعا الفلوس تعبانه فيها جدا. استخرت ربنا قبل ما انزل، قلت ايه لو انا هنجح، لان صحابي معظمهم يعني سقطوا في الامتحان ده، يا رب لو هنجح فيه خليني سهل لي اموري عشان اروح امتحن، مش هنجح فيه خلاص، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. استخرت الله وفعلا لبست ونزلت اول يوم. وانا رايحه في المترو موبايلي اتسرق. ايه موبايلي اتسرق؟ فجاه طبعا اعصابي حسيت انها كده رساله، واعصابي تعبت جدا، بس قلت لا يعني مستحيل، اكيد في حاجه تانية. تاني يوم قلت نفس الموضوع، افتكرت ربنا قبل، ولا في اول يوم ده رحت الجامعه علشان اروح ادفع الفلوس عشان امتحن واحجز الامتحان. المهم رحت لقيتهم قفلوا، فعلمتين كده موبايل سرق واروح الاقيهم قفلوا، ودي كمان وراه عمال يعمل صوت. المهم رحت ثاني يوم، رحت البيت روحت كده، وثاني يوم رحت قلت ايه هستخير برده ربنا علشان اشوف، سبحان الله يعني. ورحت عملت حله، دخل فيا مطورني على الارض فرشت، فقلت الحمد لله، يعني ما كنتش ايه الحمد لله يعني ان انا فرشت كده، بس الحمد لله يعني. بس سبحان الله برده ما اعتمدتهاش عليا، ما برده قلت ايه لا يعني اكيد في حاجه، اكيد يعني ربنا مش هيخلينا نوصل لغايه مساله التسجيل وخلاص، يعني هفشل بقى كده خلاص. طبعا انا انهارت وزعلت جدا، اولا على التليفون، ثاني حاجه عشان الحادثه اللي جت في رجلي دي، كنت تعبانه جدا. بس قلت ايه طيب يعني اجرب، يعني ان شاء الله لعله خير. رحت الامتحان ثالث يوم بقى بعد ما خلاص دفعت كل حاجه، بس دماغي شغاله. طب هو انا ليه لما استخرت ربنا وربنا قال لي اذني ان انا انزل وخلاني انزل مرتين يحصل لي ابتلاء؟ ليه لما حصل لي ابتلاء بتاع الحادثه ده ايقنت في لحظه الحادثه دي، ايقنت ان في رساله ربانيه ربنا عايز يوصلها لي، بس انا مخي تخين ثلاث حبات كده، فمش عارفه اوصل للرساله. الرساله ان انا استخرت ربنا، وان انا قلت له يا رب انا بسالك انت مبارك في ان انا في النزوله دي، هتبارك لي فيها ولا يعني. ونزلت خلاص، انا استخرت ربنا وسالته ده يعني بقى مش بتاعي. الحقيقه لما انا عرفت ان انا نجحت انا ما صدقتش، بس كنت متوقعه، يعني كنت متوقعه ان انا هنجح. ليه؟ لان كل واحد ليه رزق عند ربنا. ممكن عملك او مذاكرتي ساعتها ما تكونش مؤهلاني ان انا انجح، لكن الابتلاء اللي انا خدته سواء الموبايل او الحادثه اللي جات لي دي اهلتني عند ربنا، او اهلتني ان انا اخد رزقي زي ما انا عايزه. فمن ساعتها وانا عندي كده قاعده ربانيه محطوطه عندي، مش عارفه امشي وراها. اللي ما يجيليش بعملي هيجيلي بابتلاء، اللي ما اعرفش اخده بعملي هيجيلي بحاجه ترفع قدري عند ربنا. فمش كل ابتلاء ربنا بيديهولنا بيكون غضب من عند ربنا، او ربنا مش بيحبنا. دايما بص في الحاجات اللي انت بتقابلها او اللي انت بتقابليها او الحاجات اللي انتوا عايزينها، يعني هتلاقوا حاجات كتير منها قوي مش هينفع تاخدوها بعملكم، فبتاخدوها بالابتلاء.